إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وسبحان الله، الإيمان باليوم الآخر أمره عجب في نيل هذه البشارة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عندما يكون في قلب المرء دوما وأبدا أنه سيلقى الله وأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يحاسبه على ما قدم في هذه الحياة من أعمال، يحدث له هذا خوفا واستعدادا وتزودا لذلك اليوم. ولهذا من يؤتى كتابه باليمين يوم القيامة عندما ينطلق وبيده صحيفته أخذها بيمينه يقول: ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني كنت في الدنيا أعتقد أنني سأحاسب، أنني سأقف بين يدي الله وأن الله عز وجل يحاسبني على أعمالي، كنت أعتقد ذلك وأؤمن به، وكان هذا يحدث في نفسي عملا وطاعة واستعدادا لذلك اليوم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.